الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا الباكج جينا في العطل حار يضرب حار في الوحدة الداخلية، جينا نشوف الفريون ما في فريون، فأنا بنتبع الليك. طبعا هذا داخل الضمان، أنا من يوم ما شفت هذا جنبه غسلت يدي، فنشوف إيش شفت الليك. هذه أغطية مدري مين هنا جاء فك شيء أو شيء ونزلها ودقت على الكوندنسر وخرمت الكويل وخلاص وكذا صار الليك. طبعا هذا ما يخش في الضمان، ما علينا احنا في قصة الضمان او غير الضمان. العطل كان يضرب حار في الوحدة الداخلية، الليك السبب انه في ليك بعد ما قسنا بالجيج. ايش المسببات الثانية؟ في احد تلاعب فوق في السطح ودق الجرم، هذا الجرم باين عليه حق مكيف، دق الكوندنسر وخرم لنا هو ودمتم بخير. طبعا هذا الاصلاح حيكون كالتالي، حتى تلحم وتعبي شحنة والمكيف تب التب ان شاء الله.